هذه العائلات كانت تعيش في الغربة بعد خروجها اضطراريا لأسباب تتعلق بتغير النظام وازدياد وتيرة العنف بأشكاله في مناطق عدة تجاههم. وللأسف الآن هناك اتجاه لمؤسسات الدولة والحقوقية لإرجاع العائلات إلى وطنهم، وذلك بعد سيطرة الجيش وفرض هيبة الدولة على مناطق عدة في البلاد وعودة الاستقرار. أناقش إذن ملف المهجرين في الخارج وباب العودة لوطنهم، كيف يراقبه الليبيين وما هي ردود الفعل تجاه عودة هذه العائلات من مصر، وهل نحن في مرحلة مواتية للملمة الجراح وتسكين الأوجاع وإعادة النسيج الاجتماعي الليبي بعد سنوات التهجير والمعاناة؟ كيف تؤثر هذه العودة إيجابيا على جميع الأصعدة وعلى الوضع الراهن في البلاد؟ وهل يمكن أن نشهد عودة باقي العائلات في عدد من البلدان اللي الجوار إلى بلادهم، سواء كان من الجزائر أو تونس ومصر وعدد من البلدان الأخرى؟ إذا نفتح النقاش معكم على آراء اليوم على الهواء مباشرة، وأناقش معكم هذا الخبر الهام وهذه العودة بإذن الله الميمونة لهذه العائلات التي هجرت ويعني لاقت قسوة الحياة في الخارج. عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة بإمكانكم أيضا التواصل معي على رقم الفايبر كرسائل نصية والتعليق على البث الحي والمباشر على صفحة القناة فيسبوك. إذن الآن والبث المباشر إذن على الفيسبوك، الآن هذه العودة وملف عودة العائلات بالأرقام لا توجد إحصائية، ولكن يعني عدد المركبات أو عدد الحافلات هي 20 عائلة أو 20 حافلة، تقل هذه العائلات. يوم أمس تم إعادتهم إلى بلادهم بعد أكثر من 6 أعوام من التهجير. الآن هل تعتبر هذه العودة يعني إيجابية في هذه المرحلة؟ كيف تقاس في ظل الظروف الحالية؟ وهل استطاعت فعليا مؤسسات الدولة سواء كان الجيش بقيادته، مجلس النواب، وزارة الداخلية، عدد وزارة العدل وكافة والحكومة المؤقتة بشكل عام أن تعيد هذا الملف وتعيد هذه العائلات بشكل عام إلى البلاد إيجابيا؟ هذه تعتبر خطوة مهمة جدا وهامة يعني لملمة الجراح والنسيج الاجتماعي. هل كيف يتلقى أو تلقى المواطن بشكل عام هذا الخبر؟ البداية من عز الدين منتر هنا، ورحب بك العادة عز الدين، وأفتح النقاش معك وتعليقك حول عودة العائلات. هلا، السلام عليكم يا أخوي أحمد. أهلا بك. احنا من حيث زرنا زورة 17 فبراير درناها للجميع بالجميع، ما تحرم حد اللي في الخارج اللي مش داير شيء للليبيين يرجع فورا، وان شاء الله جيشنا منصور في طرابلس بقدرة الله العظيم. نعم طيب. الله اكبر عليك، وان شاء الله منصورين عليكم من عدينا. طيب شكرا. اذا العائلات بشكل عام، هذه الصور لدخولها الى عبر معبر مساعد الحدودي طبرق، يعني فتحت ديارها وقلوب أهل طبرق لهذه العائلات. مناطق عدة في برقة بشكل عام يعني هناك جهود للملمة الجراح فيها وإعادة النسيج الاجتماعي، عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية. يعني وصلنا إلى حال أن حتى الصغار في السن أبناء هؤلاء العائلات أصبحوا يتحدثوا حتى ويحكوا حتى باللهجة المصرية، ويحكوا باللهجة التونسية، ويحكوا باللهجة الجزائرية. وصلنا إلى هذا الحال، يعني أبنائنا وأبناء التراب الليبي وأبناء الليبيين أصبحوا بكرة بعد بكرة بعد 20 سنة ولا 10 سنين. ولأن شوفوا يعني السنوات تجري، يعني الوقت يمشي بسرعة كبيرة، يعني من 2011 حتى الآن شوفوا كم سنة، 6 سنين عمر، يعني كل من ولد في 2011 الآن أعمارهم 6 سنوات إلى 7 سنوات، داخلين حتى المدارس ويتحدثوا باللهجة المصرية. يعني إعادتهم شيء مهم جدا، ولكن ماذا عن العائلات الأخرى؟ ماذا عن النسيج الاجتماعي بشكل عام؟ من بنغازي؟ أحمد من بنغازي؟ معتز من بنغازي، أهلا بك. مرحبتين أستاذ. أهلا بك. من جبل الغربي، اهلا بك معتز، تفضلي معتز. مرحبا بك خويا. اول شيء الحمد لله على سلامه العائلات المهجره
نعم. وبارك الله في ناس برقة واحد نعم. برقة وهذه صفعة قوية للمجلس الرئاسي حكومة الفرقاطة، وإن شاء الله ربي يوفق، وإحنا كلنا ليبيين وخوت ووطن لازم نتشاركوا فيه. والموضوع المهم أنه توا حاليا أمامنا وطن معاش فيه أنت سبتمبر أنا فبراير، وطن واحد اللي هو تجمعنا ليبيا، وإن شاء الله ربي يوفق الجيش واحنا في انتظار القوات المسلحة. معتز خليني نناقش معك هذه النقطة تحديدا، يعني باقي التيارات يحكوا بالألوان ويحكوا بالتواريخ ويحكوا بالأحداث، صحيح هي البلاد يعني الآن اتجهت من ثورة إلى انعدام الاستقرار إلى الآن بناء القدرات وقوات الجيش الليبي وغيره، كيف استطاعت القيادات الحالية الآن المتمثلة في مؤسسات الدولة سواء كان الجيش الليبي وباقي المؤسسات على إرجاع يعني هذا النسيج الاجتماعي اللي كان مفقود طيلة أعوام، كان يتم معاداته من عدد من التيارات اللي هي تدعي فبراير وثورة وثوار وغيره؟ والله استاذ انا زي ما قلت لك احنا البشائر هذه لقيناها بشائر خير ودلالة على ان فيه انفراج وان الوطن حيرجع لاحضان الليبيين بالكامل. نعم. ما فيش فرق بين فبراير سبتمبر انت من الجبل الغربي انا من بنغازي، كلنا ليبيين وكلنا هذا مخوتنا مهجرين، واحنا شفنا المهجرين في الخارج كيف كانت المعامله لهم، في اللي كان في المقابر، في اللي كان مد جده، اللي كان بما ان الليبي كان شريف شفنا حاجات الحمد لله بوادر طيبه هذه، والله يبارك في المشير خليفه حضر واحنا في انتظاره لان هذه هي البوادر الطيبه. نعم. هذه لمدماء للليبيين لجروح الليبيين. حاليا احنا استقبلنا الخبر هذا بفرح رهيب وتبشرنا ببشائر خير يا استاذ. طيب. بشائر خير من اهلنا في برقة ومن قياداتها في برقة، وربي يوفقهم ان شاء الله للم جميع لمدمة الليبيين بالكامل. الا قلنا ان نحن خوت ومعاش يهمنا اي موضوع ثاني، يهمنا موضوع الوطن، وربي يوفق ان شاء الله يا رب يا رب، ونلتموا على زي ما نقولوا فيها احنا بالعمية نلتموا على سفرة واحدة. ما احنا كم الليبيين 6 مليون كم بالله ضع من النشاب، رأي ضروري في قيادات حكيمة، واحنا متبشرين خير في القيادة وان شاء الله ربي يوفقها. احنا اليوم انا نقسم لك بالله يا استاذ، لما شفت اليوم القوات المسلحة لما التفت مع بعضها ويعانقوا في بعضهم، نقسم لك بالله الدمعة نزلت من عيني، نقسم لك بالله يا استاذ، وحاليا نتكلم فيك والدمعة في عيني، والله فرحنا به الشيء. هو احنا تفرجنا عليها في ليبيا الحدث حصل جايبينها لما المحاور تلاقت مع بعضها ويحضنوا في بعضهم، ما فيش فرق بين هذا من الغرب من الشرق من الجنوب من الشمال، يحضنوا في بعضهم كلهم ليبيين، وربي يوفق يا رب ويلم شمل الليبيين يا الله، وفقنا الله من الخونة يا رب. هذا اللي بنقوله لكم، واحنا كجبل غربي ان شاء الله فاعلين خير فالقيادة الحكيمة، ولازم نلتفوا ورا الجيش بأي طريقة. احنا ضحينا لازم نضحوا مع الجيش في الموقف اللي شفناه اليوم بعودة العائلات وفي الجيش يحضن في بعضه. هذا موقف نزل، نقسم لك بالله صغار بجنبي، نقسم لك بالله دموحهم، والله دموحهم يا راجل، لأن شافوا الليبيين في الخارج شو صار فيهم. هذا الليبيين أرض واحدة وطن واحد، مهما نختلف بنويات الاتجاهات سياسيا لازم 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 نقتنعوا، لازم نقتنعوا ونتوصلوا لنقطة واحدة اللي هي هدفنا الوطن. نعم. ما عاش في فرق بين هذا وبين هذا، ويا رب يا رب وفق القيادة الحكيمة، ومن كان السبب في لملمة الليبيين في بعضهم يا رب يا رب. آمين. وبارك الله فيك يا طيب. استاذ، وبارك الله في اهل برقة بالكامل من الشايب لعند العيل الصغير يا رب، وربي يوفقهم يا رب، وما بيكم تجيبوها لنا نتاع الصورة هي إن حركة مشاعرنا نتاع أحضان الجيش في بعضها ونتاع عودة العائلات، راي حركة مشاعرنا يا أستاذ بشكل غير عادي ما توقعاش يا أستاذ، والله ما توقع الفرحة اللي هلت علينا احنا. أنا نتكلم فيك راه حاليا في الشارع وفي الرأي العام، نعطيك الرأي العام ناس يا راجل مهما نوصف لك مش حتتوقع شيء هو، وإن شاء الله ربي يوفقكم يا رب، وخلوا أنتم كإعلاميين خلوا إعلامكم موحد للوطن، ما فيش فرق بين هذا فبراير سبتمبر كلنا ليبيين، انسونا موضوع فبراير وانسونا موضوع سبتمبر وتكلمونا على الوطن. الليبيين راي الليبيين راي خلاص راي جاعد راهو جاعد راهو اللي بيمد بيده يا راجل،
وان شاء الله ربي يوفقكم يا رب ويوفق احد برقه بالكامل يا الله، ومن كان السبب في لمنه الروح اللي بيه يا الله. نعم. يا الله اللهم امين يا رب. شكرا. نعم شكرا معتز، معتز على مشاعرك الطيبه وكلماتك الكلماتك الطيبة تجاه هذا الحدث المهم. أشكرك من الجبل الغربي وانتقل إلى أحمد من بنغازي. أحمد، هل التوقيت مناسب الآن للملمة جراح الليبيين، لعودة النسيج الاجتماعي كما كان وإعادة الاستقرار الاجتماعي؟ السلام عليكم أخوي أحمد. عليكم السلام، أهلا بك. الله يسلمك. قلت لك يا أخوي أحمد هي مبادرة الله أكبر، يعني صراحة عجبتني وسمحة وكويسة ولا قوة إلا بالله. نعم. بس بصراحه يا اخوي احمد انا وجعتني حاجه واحده، يعني ما شاء الله، يعني انا شفت الاستقبال في طبرق، وانا بصراحه كنت في مصر وشفت معاناه المهجرين غادي ونشهد بالله انهم تعبين تعبير بمعنى كلمه. بس اللي وجعتني اخوي احمد يعني ما بحثتش في النازحين اللي تورغ قاعدين هنا في بنغازي، والله كان نشوفهم كيف يضربوا فيهم الصقع يا اخوي احمد. موضوع البكي يا اخوي احمد واعر شويه، بس نشهد بالله توجع، يعني شفت الحواشين كيف موفرين الحواشين، شفت توفير موفرين الامن وموفرين المعونه وموفرين كل حاجه. بس اللي توجع اخوي احمد مسيبين النازحين اللي انا وحاجه تقهر، يعني انا مش حاسدهم على التمويل والحاجات اللي حاطينها غادي، بس في نفس الوقت يعني بحثوا فيهم شويه النازحين اللي عندنا انا، لان وضعهم واعر شويه يا اخوي احمد. نعم صدقت فعلا. وش نتمنوا لنا احنا اذا مشان الليبيين ونقعد خوت وطول العمر ليبيا خوت، هم ما فيش تفرقه. بس يبحثوا يعني ما يخبش في جانب ويسيبوا جانب، يعني حتى اخوتنا اللي في تورغ انا يعني يستحقوا يعني حد يبحث فيهم شويه. نعم شكرا على ملاحظتك. اشكرك احمد من بنغازي، ومعاناه تورغ معاناه كبيره جدا، ولهم حتى هم يعني مهاجرين داخل بلادهم، ولكن يعني تهجير صعب، تهجير تورغة معروف صعب ويعيشوا ظروف صعبة وهذا شيء معلوم، ولكن تهجير اللي أصعب منه الليبي في الخارج، أنه هو ليبي يشحت في من دول الأخرى وفي الشوارع ويبيت على في الصقيع وفي الفقر وفي وحتى بناتنا للأسف ورجالنا وشيبنا وشبابنا، يعني وجودهم في الخارج ومعاناتهم يعني أيضا شيء يدمي القلب، وإعادتهم الآن لبلادهم شيء مهم جدا. صح عندنا مهجرين من تورغة لابد الالتفات لهم، ولكن حتى العائلات المهجرة الآن لهم 7 سنين سواء كان في مصر وغيره، ويعانوا من نفس ذات معاناة تورغة سواء كان في الأجار ومعاناة أخرى اقتصادية. عبد الرحمن من بنغازي أهلا بك. عبد الرحمن، عبد الرحمن من بنغازي. طيب مفتاح من بنغازي. السلام عليكم. عليكم السلام مفتاح. اهلا اخوي احمد. اهلا بك. عدد من العائلات عودتها من مصر، هل التوقيت مناسب من وجهة نظرك لعودة كل المهجرين؟ وكيف يمكن لملمة النسيج الاجتماعي، كيف تسهم هذه العودة على لحمة الوطن والتراب الليبي والنسيج الاجتماعي الليبي والمصالحة الوطنية؟ أول شيء نحب نوضح نحن شيء أن ليبيا هذه للجميع وأرض الجميع، ما مختلفت المشاكل وما اختلف الآراء، فليبيا وطن واحد يلم جميع الليبيين. نعم. فمش الوقت المناسب أو غير مناسب، مفروض أصلا مهجرين هذوما ما طلعوش برا البلاد، مفروض نحن مشاكلنا نحلوها داخل فيما بيننا أخوي أحمد. ونحب نرحب بهلنا وخوتنا الليبيين المهجرين اللي رجعوا اليوم، ونقول الحمد لله على سلامتكم واهلا وسهلا بكم. والشيء هذا المفروض اصلا يصير من زمان مش من توا، فنحن نرحبوا بجميع الليبيين مش في مصر بس، في مصر وخاطي مصر. ومبادره كويسه وحسن نوايا من الجيش الليبي والدوله الليبيه، ونحيي قناتكم الموقرة، نحييك انت اخوي احمد. شكرا مفتاح من بنغازي. فرج العقوري يقول يعني هذا يدل على ان احكام الجيش الليبي على مفاصل الدولة من جديد، وانا من امس اول شخص قام بالكتابة على هذا الحدث، ويقول بان هذا الامر سوف يوفر علينا امور كثيرة من المصالحة الوطنية، وهذا الامر يعتبر انتصار لجيش. يضاف في رصيده رسلان العميري يقول يعني اقول الحمد لله على سلامه هذه العائلات، وان وارجو ان يعودوا الى مدنهم بسلامه. عبد المجيد من زاويه العرقوب اول شيء يقول يرحب بهم
وأيضا هناك هل هناك خطة مسبقة لاستقبال هذه الأعداد؟ هل وفروا السكن؟ هل وفرت السيولة الكافية لاستيعاب متطلبات هذه العائلات؟ هل وضعت مدة معينة لبقائهم في برقة حتى تتيسر أمورهم لمدنهم وقراهم أم العملية مفتوحة؟ برقة هناك فيها معاناة، الوضع المعيشي متردي وناهيك عن الزحام في كل شيء والضغوط، وهذه الأسئلة موجهة للبرلمان والحكومة. طيب يا عبد المجيد، في عائلات من هذه العائلات هم من المدن مسيطرين عليها الميليشيات، يعني أنت قلت كم حيقعدوا وكيف حي، وهذه كلها أسئلة مشروعة ومعروفة، وأكيد الحكومة والجهات المعنية المؤسسات وغيره ما فتحوا الباب لعودة هذه العائلات إلا هناك جهود مثمرة، جهود إنسانية للملمة النسيج الاجتماعي وإعادتهم بكرامة إلى مدنهم وقراهم. ولكن في مدن وقرى مسيطرين عليها ميليشيات، مش ممكن أنك أنت تعطيهم تقدم لهم هذه العائلات ونظرتهم إلى هذا التاريخ ما زال نظرتهم عدائية تجاه، حتى ولو اختلفوا معهم بالفكر، فكرهم نظام سابق، مناصرين نظام سابق، نظام حالي، نظام ملكي جمهوري غيري. الآن أمامنا ليبيا ترابها، هناك من قال ارفعوا كل الأعلام ونافع حفنة من التراب، فقط التراب الليبي هو أغلى من كل المسميات والتواريخ. الآن نحن في مرحلة تاريخية في بلادنا، ورسم خارطة جديدة للبلاد بسواعد الشباب ورجال الوطن والخيرين من الجيش الليبي والقيادة وانتصارات على جميع الأصعدة. الآن هذا الانتصار، وهذا يعتبر انتصار اجتماعي، انتصار مجتمعي، انتصار للدولة الليبية، انتصار للنسيج الاجتماعي الليبي وعودة الاستقرار إلى ليبيا، انتصار على جميع الأصعدة. لكن أسئلة مشروعة فعلا الآن بخصوص كيف سيتم استقبالهم، من سيتكفل بهم، وهذه أسئلة مشروعة فعليا. ولكن عودتهم إلى مدنهم هذا أمر صعب الآن، خصوصا بأن هناك استعداء كما قلت من قبل الميليشيات لهذه الفئة من المجتمع الليبي. شاكر من الكفر، أهلا بك. شاكر، أهلا بك شاكر. أيوه. كيف تعلق على عودة المهجرين في مصر إلى ليبيا الآن، ويعني كيف تؤثر هذه العودة؟ يفترض من زمان الكلام هذا، الله يفترض من زمان، يعني هذه فرحة ما بعد فرحة. نعم. الناس فعلا تعبت غادي، والناس مهجرة لها 7 سنوات، ناس صراحة هذه فرحة للشعب الليبي بالكامل. يعني الانسان تنو الحروب هذه فيها ربح وفيها خساره، ما مش معناه تمسك نفسك يبقى دي مع عدوي، بالعكس هذه حرب مره تربح ومره تخسر، لكن خلاص لما تنتهي الحرب معناها تنتهي المشكله، لكن لك بنمارس فيهم ولا نلز فيهم ولا ندير لهم مشاكل، نخلي الناس معزوق اطفال ونساء وشياب بالله عليكم معزوقين برا في دول برا فيها رجال وفيها اهانات وفيها يعني جميع حاجه، صراحه احتقار يعني المواطن الليبي، يعني هذا شيء ما شرفناش، لكن العودة هذه يعني تفرح الناس كلها ويقبل الباقي. يا أخي بنات ليبيات أصبحت تعمل في، وللأسف أقول على الهواء الآن، في مهن غير أخلاقية في 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 دول في الخارج. وصلنا إلى هذا المستوى، وصلنا إلى الليبيين يخدموا خدم عند التوانسة وعند المصرية وعند وصلنا لمرحلة أن الليبيين يشحتوا، وصلنا لمرحلة أن الليبيين يكنسوا في شوارع دول الغير، والمهنة غير المهنة الشريفة، الارتزاق الشريف سواء كان تنظيف هذا غير مش عيب، ولكن وصلنا لهذه المستوى. الليبي سيد بكرامته وبثروة بلاده وبعيشه الكريم، جميع احتقار احتقرون به، جميع حقارة ريت عاشوا هنا. اسمعني بسماعه تليفوني يا شاكر حتى نتواصل معك بشكل كويس. نعم تفضل يا شاكر. قلت لك يعني احتقروا، لان المواطن الليبي هذا خلاص ما عنده قيمه اصلا. طيب شكرا. محمد من بنغازي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. كيف تساهم وكيف تؤثر هذه العوده من وجهه نظرك على الملف المصالحه الليبيه؟ هل ممكن ان نحن نشوف تعافي في ملف المصالحه الليبيه وعوده النسيج الاجتماعي؟ والله الحمد لله، يعني احنا كنا سعيدين في المبادرة الطيبة، يعني ونرحبوا بخوتنا لشو يعني، وبعدين هذوما حتى للأسف الشديد ان نطلبوا عليهم اسم مهجرين او
او نازحين يعني هم ليبيين وامس ما يصح لهم يخشوا هذا وطنهم وما حاطين دين في وقت يعني حتى نقول لك انا شفت المنظر صراحة وهزرن في نفس الوقت يعني صراحة يعني انه يقولوا عليهم مهاجرين او نازحين وهذا اعتقد ان بادرة طيبة يعني ونتمنى انها ما توقفش عند الحد هذا يعني حتى يشوف اخوتنا في طورها كيف حتنعكس كيف حت محمد كيف انا من سوق الحوت او من ساب يجرون بحل سريع يعني طيب. ونتم وجراحنا اللي معش بك تم بكر يعني نعم. ولا يعني حزين ان يقول على هذول المهجرين بينما ليبيا اي حد يبي يخش يعني ما فهمتش كيف انا مهجرين من مدنهم من بيوتهم من ديارهم في حتى مهجرين في في من طرابلس في بنغازي ضد وهم مناصرين للجيش الليبي الان يحزن يلا غالب ما هذه النظره الميليشياويه هذه النظره يعني خالفني عيرته ومعززين مكرمين اخرى يعني. هذه النظره الميليشياويه خالفني في الراي نهجرك وهذا ما حدث في 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 عدد من المناطق اللي يسيطر عليها الميليشيات بالعكس والله يقول لك هذا الشيء هذا يعني استفدنا منه من ناحيه انه هذوما عرفناهم على حافز مكشف طيب. علينا اليوم احنا من 2011 كانين يجروا بينا ونحسبهم ناس طيبه طيب. ونحن صبينا معاهم صبينا يعني صبوا معانا يعني في الثوره ونحسبنا ناس طيبه لكن الحمد لله انكشروا على نيابهم لكن هذه نهايتهم سواء الحمد لله يعني المنطقه الشرقيه وتو في الجنوب قربت طيب. نهايتهم ان شاء الله حتى في المنطقه الغربيه يعني تكون قريبه نهايتهم ان شاء الله. طيب شكرا محمد من بنغازي وانتقل الى فايز من بنغازي ايضا فايز اهلا بك. اهلا بك السلام عليكم. كان خروجهم اضطراري لاسباب تتعلق بتغير النظام وغيره. أي قناعة وصلت إلى هذه العائلات حتى يرجعوا إلى مدن مسيطر عليها الجيش؟ هل قناعة الاستقرار، قناعة عودة المؤسسات، أي قناعة؟ كيف اقتنعت هذه العائلات من وجهة نظرك حتى تعود إلى بلادها؟ والله أول شيء أقول لك الحمد لله رب العالمين على هذه البادرة الطيبة. نعم. ألو. نعم. أول شيء الحمد لله رب العالمين على هذه البادرة الطيبة فهمت وهي في الحقيقة متأخرة يعني. المفروض ان هم رجوع البلاد من قبل هيك نحن طورنا من 17 حتى الان اربع سنوات وبنغازي الحمد لله رب العالمين يعني هذا الموضوع من البدايه مش من توه يعني من بدايه من سنين فاتن ونسال الله ان تكون بدره خير ليروحوا عقب الليبيين اللي قاعدين برا سواء في مصر سواء في تونس سواء في الجزائر سواء في الدول الاوروبيه يعني باقي الليبيين بالكامل تكون هذه البادره تكون بدر تخيل ويسعد الله يكونش تفرجوا هذا البرنامج هذا يروحوا لبلاد يعني ليش اللي بيت طيب شو مخلى يا فايز؟ بنغازي كبنغازي او كمنطقه شرقيه يعني الحمد لله نعمله في امن وامان وحياه طبيعيه الحمد لله رب العالمين هاي قفوده اليوم تحرر ان شاء الله باذن الله تبشروا بخير وتكون تحرر تحرير كامل باذن الله يعني تقصد ان ان شاء الله ربك يوفق من اللي افضل من هيك فهمت تقصد ان روح ليبي معزز مكرم نعم كان في بلادنا انا ونحن الحمد لله وضع بلادنا الحمد لله رب العالمين طيب تقصد ان يعني عودة هذه العائلات يعني. خليك معي فايز تقصد ان عودة العائلات يعني لاستقرار مناطق برقة ومدن اللي مسيطر عليها الجيش أكيد هو اللي دعاهم للعودة هذه واضحة ان فعل خير أخرى يعني طيب هذه فعل خير انه يروح عقاب اللي بيه اللي مضعين برا البلاد والحمد لله بلادنا متحرة وتهنية والحمد لله رب العالمين يعني مسك ليبيا تو وين في الغرب بس اما بيعملوا برقه بالكامل الحمد لله رب العالمين والوضع قاعد واضح لعامه الناس يعني انه مشكله يعني المفروض الليبي ما قاعدش برا خلاص يروح البلاد يتريح في بلاده انا نعم طيب شكرا نعم شكرا فايز من بنغازي صالح الفيتوري من مرادة يقول هذه برقه بالتاكيد عندما تاتي الى برقه بيرتال الدمار والقتل سوف تدمر على بكرة ابيها دون رحمة ولا شفقة وعندما تأتي بيرتال لطلب الرحمة والمغفرة والعيش فيها بسلام سوف تقابلك بالود والرحمة والإنسانية وتعيش فيها معزز مكرم بين أهلك وأخوتك وحذاري من استغلال طيبتنا وكرمنا المفرط سوف لن نرحم من يطعننا من الخلف ويشكر القيادة وأنها خط أحمر محمد رسالة أو تعليقات عبر الفيسبوك سالم يقول توطين لماذا لم يتم توطين المهاجرين حسب توزيعهم الجغرافي على سبيل المثال يتم توطينهم هذه مش مسألة توطين مصطلح توطين أنا أسمع فيه في فلسطين في إسرائيل توطين هم بلادهم موطنهم يتحركوا فيه وينتقلوا فيه وين ما يمشوا أنا بنعدي نسكن في الجنوب يا بنشري حوش ونسكن في مش مسألة توطين هذا تراب ليبي في نسيج اجتماعي ليبي
خلونا نبتعدوا من هذه المصطلحات توطين وغيره، من مناش إسرائيل وفلسطين. نعيمة يقول أو نعيمة تقول بوسير تقول الله يحفظ الجيش الليبي وعملية الكرامة بالانتصار تدعو لها. دريس العريفي يقول هذه الليبيين وهذا وطنهم، مرحبا ينسوا وطنهم ويعيشوا حتى في الصفيح كما قال. يوسف أحمد الفريخ العقولي يقول المهاجرين بالخارج أثناء نكبة كما وصفها نكبة فبراير هم ليبيين ولهم الحق العودة لبلادهم. أحميد رجب هؤلاء هم أهل برقة. الدريس العريفي أو يوسف أحمد يقول المهاجرين بالخارج. طيب معاداة الاتصالات أو التعليقات. رسالة من يعني الله يحفظ ليبيا من الشتات وكذا. رمال متحركة أيضا أنه مع عودة المهاجرين إلى وطنهم. صلاح آدم أيضا يعلق يقول يرحب بالعائلات المهاجرة في بلادهم الحبيبة، وفي الحقيقة عودة العائلات إلى بلادهم هي خطوة إيجابية إن دلت فإنها تدل على استقرار الوضع الأمني. صلاح آدم العريبي وعودة المهاجرين ستغير وجهة نظرة الدول أو الدولية تجاه ليبيا وتجاه حتى المناطق المسيطر عليها المؤسسات والجيش الليبي وعودة الاستقرار. فعلا هم مع دائما الملف الإنساني وغيره المهاجرين، وهذا يعتبر انتصار حقيقي فعلي على جميع الأصعدة وعلى الصعيد الحقوقي والإنساني والنسيج الاجتماعي الليبي. عبد السلام من بنغازي. عبد السلام أهلا بك. عبد السلام من بنغازي. طيب 24 أي مدن تتكلم عنها بها ميليشيات، والمدن التي تتكلم عنها إعادة أهلها منذ زمن طويل لحضن أهلهم فأكفوا أيديهم عن هذا الوطن الجريح بسبب حملاتكم المغرضة. يا 024 اللي جنبك الآن واللي يغتصبوا واللي يقتلوا واللي حتى يطفوا حالكم حتى في الضي ويرقدوا فيكم من الساعة 8 ما همش ميليشيات، يعني شنو المسمى اللي ممكن نسموه لهم؟ مش عارف أي قناعة واصلين لها، يعني مازال برغم هذه الميليشيات وإعاثتها وقتل والتهجير والتخريب والدمار على جميع الأصعدة يا أخي، على جميع الأصعدة نتحدث ومازال خونا نهاية رقمك 024 يقول عن أي ميليشيات تتحدث وهم عادوا لحضن الوطن وغيره. من مش عارف أي قناعة وصلوا، وهذا يعتبر رأيك على كل حال، لكن رأي بصراحة نقولها نحن كليبيين رأي مش قاعد بكل، يعني مش موجود بكل رأي هذا، لأن نحن كليبيين عارفين الوضع الحالي وعارفين كيف تعود دولة المؤسسات وكيف تقام على أساس مؤسساتي مش على ميليشيات وجماعات مسلحة وعصابات. لا ترش من ترهونة. السلام عليكم. أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على استضافتكم وشكرا على سعة بالكم في استقبال الكلمات. أهلا بك. أولا أحمد الله أن وجدت هذه الخطوة الأولى وآمل من الله أن تفتح خطوات أخرى لعودة المهاجرين. هذا ما أبناء الوطن، هذا شركاء الوطن، بغض النظر عن رأيه. نحن ما نبدي تعدد الأراء علشان يكون في وطن صحيح ورؤية صحيحة للوطن. أما أن يقصر الإنسان على رأيه أو يحمل فكر معين هذه من الأخطاء المميتة. ليش قامت الثورة إذا كان لابد أن يكون رأي واحد؟ ليش قامت الثورة؟ الهدف الأول هو تحرير المواطن أن يقول رأيه ولا يضار برأيه طالما رأيه لا يهدم الوطن. نحن الآن الرأي المفروض اللي موجود علينا هو تهجير المواطن الوطني من الوطن. نحن اللي موجودين علينا هذه الميليشيات أغلبها من يقودها ومن يحرك فيها من خارج الوطن، أقلهم من يحمل جنسية ليبية وجنسية أخرى، أغلبهم من خارج الوطن وهجر أبناء الوطن الحقيقيين. فنشكر هذا البرلمان على هذه الخطوة وحكومة الثني، وأمل من الله أن تتبع خطوات أخرى حتى في الحوار. من الخطأ المفروض أن يكون فيه لحملة الفكر الأخضر أو الرأي الأخضر هم شركاء وطن. كيف نقول واحد من إذا كنا نحن قلنا هذا الجوار لها أثر
الدول الجوار لها أثر في وضع السياسة وفي الأمن الليبي. فكيف أبناء الوطن كيف نقصيهم كيف نهجرهم؟ طالما أن طالما أنهم لم يحملوا السلاح أو عاش في نظام ليبي موجود على ليبيا، هو ما خدم في مشهد إسرائيل وخدم في إسرائيل علشان نقول أنت تحمل فكر إسرائيلي وجيتنا من خارج الوطن. من باب أولى خروج الناس اللي تحمل أفكار هدامة وزيتنا من سواء كان من أفغانستان أو زيتنا من أي حدب وصوب وتكالبت على هذا الوضع الليبي، أو هم أولى بالخروج. مش يخرجوا أبنائنا ونساءنا وأطفالنا، هذا هم أمهاتنا، كيف يكونوا مرميين في 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 أزقة وشوارع ويعانوا من الفقر ويعانوا من الجوع ويعانوا من الغربة ويعانوا من كل بغض النظر أنا بغض النظر الجوع جوع، لما تكون على غير وطنك وكنت في مخملية من عايش لا تساوي الحياة شيء. أنا كمش التراب زي ما قال أرفع الأعلام اللي تتساءل حرفها، كمش التراب هي الأولى. طيب أنا لا يعنيني أني نعيش مهما كنت عايش. طيب. في بطخ وعايش أكتفي معك بهذا القدر، أشكرك يعني على المداخلة وأنتقل سريعا إلى علي من القواليش. أهلا بك علي. علي من القواليش. طيب لافي العبد اللي يقول عودة المهاجرين من مصر وتونس واستقبالهم في طبرق هذه هي روح التسامح الحقيقية. بارك الله في كل من شارك في هذه الخطوة وهي في الاتجاه الصحيح كما قال. إبراهيم صالح يقول الله المستعان ويكون في عون في لليبيا. رسالة من أي مواطن ليبي له حق العودة للوطن ما لم يرتكب جرم في حق الشعب الليبي، هم شركاء في الوطن مهما اختلفنا في وجهات النظر فيما فما يجمعنا هو الوطن. رسالة من 29 لا تنسوا مهاجرين أو مهاجري تونس أو الجزائر وأيضا حتى تونس. رسالة من الأخوة قناة الحدث نهنيكم قناتكم بعودة المهاجرين وحتى لا ينسوا بين أهلهم وذويهم، ونشكر كل من قام وساعد على ذلك. أمة الله يقول يا أخوي ليبيا للجميع ولكن على الجميع المحافظة عليها. آخر اتصال من مسعود من المرجع. لم بيك مسعود. مرحبتين بك أخوي قناة ليبيا الحدث. تعليق باختصار عن عودة المهاجرين إلى بلادهم مسعود. نعم، أولا نبارك لكم على الخطوة على نقل هذه المشاعر الطيبة اللي أفرحت وأفرجت صدور كل الليبيين. طبعا مسيرتي أنا مسعود أنا عمار عميد بلدية المرج، كنت نسعى في هذه الخطوة من حوالي 3 سنوات ماضية وسنتين ماضية. فطبعا ذهبت إلى القاهرة من 2.5 سنين تقريبا وقابلت حتى شخصيات مهمة غادي، ودائما نعرج على هذه العودة عودة المهاجرين في الخارج في الدول المجاورة. فطبعا لماذا يهجروا؟ لماذا يهجروا؟ نحن ليبيين يجب الناس أن نكسع بعضنا لبعض. فعودتكم الآن يعني هذه خطوة ممتازة. فتحدثت مع الحكماء ومع مجلس النواب مع الحكومة الليبية المؤقتة، وهذا موقف سيادي يعتبر لأعضاء مجلس النواب برئاسة السيد عقيلة صالح. أيضا موقف برضه الحكومة المؤقتة، ويجب أن تتوالى هذه الأعمال في جميع البلدان المجاورة في تونس وفي الجزائر وفي البلدان الأخرى باستثناء مصر الآن تتداول، ورجعوا الآن الحمد لله في خطوات جميلة ممتازة. فهم نحن نشاهد التلفزيون وهم يأتون بوفود. شكرا. هذا يرجع للقيادة العامة للجيش الليبي الذي حررت المنطقة الشرقية كامل، أي برقة كامل محررة تحرير كامل، هو السبب الأول في دخول ورجوع الأخوة المهاجرين، لأن في ناس أبرياء ومظلومين في هذه الخطوات. يجب أن ليبيا أن تتسع جميع، ولا يستطيع أي ليبي أن يخرج خارج بلاده، ويجب أن يرجع إلى أرض وطني أن يعيش فوق أرضه وتحت سمايا بكل احترام وكل تقدير، ويرجع إلى بلادهم ومنازلهم. فقط لضيق الوقت مسعود، الشعب الليبي الآخر. شكرا. هذه خطوة من فترة طويلة ونسعى لهذه الخطوات الجميلة. وصراحة يعني هذه خطوة ممتازة. يجب أن نتوجه أيضا إلى تونس. شكرا. إلى المغرب إلى الجزائر. وكل البلاد اللي فيها مهاجرين بسبب ما حدث في 2011. رسالة أخيرة الأمير يقول يعني هي عودة المهاجرين من ويتمنى لكل المهاجرين العودة إلى ليبيا، فهي واحدة وللجميع ولهم الحق في العيش فيها وتقاسم ثرواتها بغض النظر عن التوجهات الفكرية،
فتلك حرية شخصية. يريد نوصلوا لهذه الفكر أن احترام الفكر والرأي بعيد عن العنف والتعنيف والتهجير والإقصاء. إذن بشكل عام الإقصاء هو اللي يشفيها واحدة بس، الإرهابيين ومن يناصرهم. ولكن نحن كنسيج ليبي يجب أن نحن أن تعود ليبيا لسابق عهدها ويعود أبنائها بإذن الله لبناء الوطن للأجيال القادمة. أشكركم على طيب المتابعة. أحمد المدني يحييكم وإلى اللقاء.